صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في اخبار الصباح. صباح الخير يا اسامه. صباح الخير يا رويه، وصباح الخير على مشاهدي العربيه في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح وساعه اخباريه جديده. البدايه بالعناوين. الان في رفح في مخيم نزوح في منطقه موقع الحشرتين. عشرات القتلى في غارات على خيام للنازحين في رفح، وإسرائيل تقول إنها قتلت قياديين في حماس بينهم رئيس الحركة بالضفة. وإسرائيل تراهن على اليمين الصاعد في هولندا لفك عزلتها الدولية، ومخاوف هيمنة التيار تسيطر على زيارة ماكرون التاريخية لأمريكا. محاكمة ترامب تدخل مرحلة الحسم، والرئيس السابق يتعهد بالإفراج عن تاجر للمخدرات مقابل أصوات أنصاره. وتكرار حوادث مطبات الهواء، التغير المناخي المتهم الأول، وازدحام السماء يقلل المسارات الآمنة للطائرات. إذن مشاهدينا، سنبدأ من التطورات في قطاع غزة. طبعا ليلة أمس كانت ليلة صعبة في صحيح. قطاع غزة وفي رفح تحديدا، جديدها اليوم التطورات الميدانية هناك، حيث أسفر قصف إسرائيلي على خيام للنازحين شمالي غرب المدينة عن مقتل أكثر من 40 شخصا وعشرات الإصابات أيضا. هذا صحيح يا روية، بالفعل كانت ليلة صعبة تحديدا في مدينة رفح. الجيش الإسرائيلي على الجانب الآخر قال في بيان إنه قتل قياديين اثنين من حركة حماس في الغارات التي استهدفت منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع. هذا بتوجيه من هيئة الاستخبارات وجهاز الشباك. الشخصين هما ياسين ربيع رئيس مقر الحركة في الضفة الغربية في حماس، وأيضا خالد النجار القيادي بمقر الحركة. بالفعل أسامة، طبعا الرئاسة الفلسطينية مشاهدين اتهمت الجيش الإسرائيلي باستهداف مركز للنازحين بشكل متعمد في تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية. الآن في رفح في مخيم نزوح في منطقة موقع الحشرتين، اشتعل النيران في المكان، دعوة للسكان الآن، اشتعل النيران لكن لا توجد الآن. طريق يا عم، طبعا كما تابعنا يا روية، بالفعل كانت ليلة صعبة، خاصة المأساة الأكبر في ظل عجز المستشفيات عن استقبال المصابين، لأنه غالبية هذه المستشفيات يعني تعاني نقص أصلاً. صحيح، تعاني نقص كبير يعني. في هذا الإطار كذلك أيضا حذرت المتحدثة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمية من أن المخزونات الحالية من الغذاء في رفح ودير البلح وخان يونس لا تكفي لأكثر من 4 أيام فقط، هذا طبعا بسبب إغلاق المعابر. كما وصفت الهيئة الوضع في غزة بالخطير، وأنه ينذر باندلاع كارثة ومجاعة شاملة في الشمال قد تمتد حتى إلى المناطق الجنوبية في القطاع. المتحدثة الإقليمية أوضحت أيضا أن إغلاق المعابر يضع سكان غزة في مواجهة مصير مجهول، وناشدت المجتمع الدولي بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشددة على ضرورة وضع حد لمعاناة سكان غزة وتوفير الدعم اللازم لهم قبل فوات الأوان. هذا طبعا على الصعيد الميداني. أما على صعيد المفاوضات، مصادر العربية كشفت أن جلسات التفاوض بين حماس وإسرائيل ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن إسرائيل هذه المرة تضع سقفا جديدا للتفاوض. هذا السقف يثير قلق الوسطاء من إمكانية إحراز أي تقدم يا روي على ما يبدو. بالفعل، ولكن خلال اجتماع مجلس الحرب طبعا، وكما هو متوقع وكما جرت يعني العادة منذ بداية الحرب، دبت الخلافات بين المجلس وفريق التفاوض
التفاوض، حيث انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق المفاوضات الإسرائيلي بعد أن أعطاه تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح المختطفين. نتنياهو كذلك يا روية اعتبر أن الإحاطات الصادرة عن الفريق المفاوض لا تؤدي إلا إلى تصلب موقف حماس والإضرار بالعائلات وتأخير إطلاق سراح المختطفين. أيضا طبعا يا أسامة، كان هناك تصريحات لأسامة حمدان بالأمس، يعني تتحدث أحد قياديي حركة حماس بأنه فيما يتعلق بملف التفاوض لم تتلقى حركة حماس أي ورقة رسمية، أي صحيح. إعلان رسمي باستئناف هذه المفاوضات. لكن طبعا أيضا مشاهدين في تل أبيب، أو كما أيضا جرت الأمور منذ بداية الحرب، انتشرت المظاهرات ضد رئيس الوزراء نتنياهو التي طالبت بصفقة ضد حماس، وذلك وسط اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين. نتأمل أنها تصير تهدأ ويصير يعني وقف إطلاق نار. بس خلونا من الحرب، خلونا من الحرب، احنا مش محتاجين غير حد من الحرب. احنا عايشين بذل وتعب وما حدش مدور علينا. كل الاطفال عايشة، كل الدول عايشة زي كويسة كريمة الا دولتنا والا اولادنا. نذهب هذه المرة إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. الأمير فيصل بن فرحان أكد أن هناك إجماع على الحاجة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما أشار أيضا إلى الخطوات الإسرائيلية أنها طالت سكان الضفة وجعلتهم في وضع بغاية الصعوبة. نحتاج لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهناك إجماع بين الكل، وهذا بالطبع يشمل تحرير الرهائن. الوضع يتدهور بشكل كبير وغير مقبول. كما قلنا، نرى أن هناك خطوات اتخذت من قبل إسرائيل لا تضر بالمدنيين في غزة فحسب، بل وأيضا تضع سكان الضفة في وضع بغاية الصعوبة. طبعا وزير الخارجية خارجية النرويج أسبن بارث أدي أكد أيضا خلال اجتماع اللجنة الوزارية في العاصمة البلجيكية بروكسل أن هناك خطة ذات مصداقية من قبل السلطة الفلسطينية للعودة لقطاع غزة. كان معنا اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى في الاجتماع، والذي من خلاله قدم لنا الخطة للحكومة الجديدة، ورأينا أن هذه الخطة هي خطة ذات مصداقية، وسيتم من خلالها تحسين توصيل الخدمات وإعادة تشكيل الحكومة والاستعداد لإصلاح غزة وإعمارها. كما كان هناك نداء عاجل لاستمرار تقديم الدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن إسرائيل يجب أن تقوم بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية. نذهب هذه المرة يا راوية إلى التصعيد ما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. مراسلة العربية أفادت بارتفاع عدد قتلى حزب الله إلى 8 جراء غارات إسرائيلية استهدفت دراجات نارية في الناقورة وعيت الشعب وحلها. كما استهدفت الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية أيضا بلدات من جنوب لبنان. هذا الأمر تسبب في أضرار جسيمة وأيضا اندلاع حرائق في مناطق واسعة. على الجانب الآخر، رد حزب الله بهجوم ناري مكثف على مواقع إسرائيلية عبر استخدام الصواريخ والقذائف المدفعية. تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنوات تتواصل، معاناة اللبنانيين في تزايد ونسب الفقر والبطالة إلى مزيد من الارتفاع من دون أي حلول لمواجهة الأزمة. دراسة للبنك الدولي ترصد تفاصيل الأزمة بالأرقام.
منذ العام 2019 وحتى اليوم يعيش اللبنانيون في ظل أسوأ ظروف اقتصادية مرت على تاريخ البلاد، انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، احتجاز الأموال في المصارف، وباء كورونا، انفجار مرفأ بيروت، الحرب الدائرة في جنوب لبنان، إضافة إلى الأزمات السياسية وأولها الفراغ الرئاسي، كلها عوامل أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي. دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهرت أن معدل الفقر ارتفع 3 أضعاف خلال العقد الماضي، والذي وصل إلى 44% من مجموع السكان سنة 2022، وحدة الفقر لديهم ارتفعت من 3% إلى 9.4%. الدراسة أجريت في كل المحافظات اللبنانية وأشارت إلى أن 1 من كل 3 لبنانيين طاله الفقر، لافتة إلى أن النسبة الأكبر هي في شمال لبنان وتحديداً في عكار، حيث نسبة الفقر وصلت إلى 70%. ولأن الاقتصاد اللبناني أصبح قائماً على الدولار النقدي، ارتفعت التحويلات المالية من 13 إلى 30%. على ذكر الموسم السياحي في لبنان، الكثير من الخبراء الاقتصاديين يحذرون كذلك بأن الاشتباكات الدائرة الآن ما بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني، هذه ستؤثر بشكل كبير على إقبال السياح على لبنان، ويعني معلوم بأن السياحة تلعب دور كبير في الاقتصاد اللبناني المتأزم، يعني كما ذكرت الزميلة طبعا نادر يوسف. أي توترات سياسية في أي صحيح. مكان تؤثر أول شيء على قطاع السياحة، هذه القطاعات التي يعني تتغذى أو تزدهر عندما يكون هناك أمن وأمان واستقرار كذلك، واستقرار طبعا سياسي وعسكري. نذهب هذه المرة إلى المقابلة التي أجراها بالأمس الزميل طاهر بركة مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. إعجابه كذلك أبدى ولي العهد الأردني إعجابه برؤية ولي العهد السعودي، وأكد أنه على تواصل مستمر مع الأمير محمد بن سلمان. أنا بعتبر الأمير محمد أخ وصديق مقرب. احنا بصراحة من اول ما تعرفنا على بعض واحنا على تواصل، بنشوف بعض كل كم شهر وبنقعد بدون رسميات طبعا، وبصراحة انا معجب برؤية سمو الواضحة وتصميمه انه يقدم الافضل لشعبه ولبلده. فرؤية الامير محمد الطموحة والجريئة راح تنعكس إيجابيا على المنطقة كلها، وكل العالم راح يستفيد من هذا النجاح. فإن شاء الله إحنا بنزيد التعاون ونشتغل لمستقبل أفضل لشعوبنا. ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قال في مقابلته أيضا إن الأردن القوي هو القادر على الدفاع عن القضية الفلسطينية، متهما الحكومة الإسرائيلية بمحاولة جر المنطقة لحرب إقليمية. الأردن عم بيخوض معركة دبلوماسية وسياسية من بداية الأزمة، وساعدنا بتغيير مواقف كثير دول اتجاه إسرائيل. ويعني القضية الفلسطينية قضيتنا، وبالرغم من الكلف السياسية والاقتصادية اللي عم ندفعها، راح نضل نقوم بدورنا اتجاه الشعب الفلسطيني. وأولويتي نحافظ على أمن واستقرار البلد، لأنه الأردن القوي هو اللي قادر يدافع عن القضية ويكون أكبر سند للشعب الفلسطيني. وأكيد اليوم كل تركيزنا على غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية عم بتفجر الأوضاع بالضفة كمان، وعم بتحاول تسحب المنطقة كلها لحرب إقليمية. إذن مشاهدينا، أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا بعد هذا الفصل. بعد 80 عاما هتلر حاضر في جزيرة ألمانية باحتفال غني للنازية بل ورفع شعاراتها. لدينا أيضا بدعوتها لإنهاء الاقتتال أغنية سودانية تحصد ملايين المشاهدات. أهلا بكم من جديد. مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، تراهن إسرائيل على صعود اليمين المتطرف المؤيد لها بقوة
في هولندا، وذلك لفك عزلتها الدولية المتصاعدة بسبب استمرار الحرب في غزة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. الآن التقرير رأى أن تل أبيب تنظر بارتياح لصعود واحد من أكثر أنصارها حماسة إلى السلطة في هولندا، وهو السياسي خيرت فيلدرز، الذي شكل الأسبوع الماضي ائتلافاً جديداً مؤيداً لها. واعتبر تقرير الصحيفة أن التحالف الجديد بقيادة فيلدرز وحزب الحرية الذي يتزعمه يشكل قطيعة غير مسبوقة مع سياسات الشرق الأوسط التي انتهجها كل أسلافه، ليس فقط في هولندا بل أيضاً في مختلف أنحاء أوروبا الغربية بحسب التقرير. لازلنا كذلك يا روية في أوروبا، حيث انتخابات البرلمان الأوروبي تسيطر أيضا هذه المرة على الزيارة التاريخية التي يجريها حاليا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا. هذه الزيارة بالمناسبة هي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ 24 عاما، أي نحو ربع قرن. ماكرون أكد ضرورة الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة النزعة القومية في الانتخابات الأوروبية المقبلة، كما حضر أيضا خلال لقائه بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مما وصفه بالانبهار المتنامي بالاستبداد في الدولتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي. زيارة ماكرون تأتي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الأوروبية التي تظهر فيها استطاعات الرأي أن ائتلاف ماكرون يتخلف بفارق كبير عن اليمين المتطرف، وقد يواجه صعوبة في الحلول حتى في المركز الثالث. إذن يا روية، ليست فرنسا وحدها على ما يبدو التي تخشى من صعود اليمين خلال الانتخابات المرتقبة. تشير خارطة الأحزاب إلى تخوف من هيمنة التيارات اليمينية خلال المرحلة المقبلة في انتخابات البرلمان الأوروبي. بالفعل يا أسامة، هناك هيمنة كبيرة وصعود وتزايد في قوة هذه الأحزاب القومية اليمينية التي بعض منها متطرف حتى في أوروبا. لكن مشاهدينا، مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية ما بين السادس والتاسع من الشهر المقبل، تستجمع طبعا أحزاب اليمين الأوروبي قواها. يبرز تزايد قوة الأحزاب الشعبوية والقومية في مختلف أنحاء القارة. يتكون طبعا البرلمان الأوروبي من 7 أحزاب: حزب الشعب الأوروبي والذي ينتمي إلى يمين الوسط ويحتل أكبر عدد من المقاعد ب 177 مقعدا، وهو يتألف من تحالف حزبي حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، والجمهوريين في فرنسا، وأيضا حزب فورزا الإيطالي في إيطاليا، إضافة أيضا إلى أحزاب أخرى. وبما أن طبعا الهجرة تمثل إحدى القضايا الرئيسية التي ساهمت في صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، تعهد حزب الشعب الأوروبي بمضاعفة عدد موظفي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل 3 أضعاف، تخيلوا، ليصل إلى 30,000، وزيادة ميزانية وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تحويلها إلى حرس حدود أوروبي حقيقي. أعضاء حزب الشعب الأوروبي يمثلون تقريبا 5 حكومات أوروبية، هي إيطاليا وفنلندا، سلوفاكيا أيضا، والمجر، وجمهورية التشيك. كلها تضم أحزاب يمينية متشددة في حكوماتها. وأيضا في السويد يعتمد بقاء السلطة التنفيذية على اتفاقية الثقة والعرض مع حزب ديمقراطي السويد القومي، والذي يشكل ثاني أكبر قوة في البرلمان. هذا في السويد. لكن في هولندا أصبح الزعيم المناهض للمسلمين والمهاجرين هيرت فيلدرز على وشك الوصول إلى السلطة، وذلك بعد أن أبرم اتفاقا تاريخيا لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ هولندا طبعا الحديث. بالفعل يا أسامة، يعني هذه نقطة مهمة جدا، بأنه مشكلة الهجرة غير الشرعية بالنسبة لأوروبا ساهمت في السنوات الماضية بشكل كبير في صعود هذه الأحزاب اليمينية في أوروبا، والتي طبعا تقف بشكل يعني عنيف حتى ضد موضوع هذه الهجرة، وتؤدي طبعا إلى تغيير سياسات أوروبية كثيرة. ملف الهجرة هو واحد من أهم الملفات الخلافية ما بين اليمين واليسار في أوروبا، حتى ما بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية. فهو ملف تدخل الحكومة أو مزيد من السيطرة الحكومية، كذلك ملفات مثل ملفات العدالة الاجتماعية، هي ملفات حتى في بريطانيا كذلك.
ذلك ما بين العمال والمحافظين. أشعر في كثير من الأحيان أسامة بأن الموضوع ليس فقط توجهات سياسية ضد سياسات معينة، الموضوع أيضا له جذور ثقافية وجذور اجتماعية أيضا، لأنه حتى الشعوب بشكل عام هناك توجه يميني في العالم كله. صحيح. صح؟ فبالتالي أنه حتى هناك ثقافيا ومجتمعيا هناك كما يقال في الإنجليزية trends، مش موضة ولكن trends في تصعد ومن ثم تأفل. فيعني أشعر بأنه إحنا متجهين إلى مرحلة أكثر يمينية بشكل عام في العالم. يعني ونتمنى فقط بأنه يعني يكون لدى شعوب هذه الدول قدرة على استيعاب الأفكار الجديدة، ولا نعلم ما الذي ستسفر عنه هذه الانتخابات طبعا في أوروبا. نزال في أوروبا هذه المرة لكن في ألمانيا، لا تقتصر هناك المخاوف على عودة اليمين فقط، بل هناك مخاوف من صعود النازيين الجدد. في مدينة غوفبورن البافارية جنوب البلاد، والتي تتمتع بأحد أفضل معدلات مستوى المعيشة في البلاد، لم يخسر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الكثير من شعبيته رغم سلسلة الفضائح التي تعرض لها الحزب مؤخرا. أعطى ما يقرب من واحد من كل 5 أشخاص من سكان المدينة أصواتهم لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات الولاية الأخيرة التي حدثت في أكتوبر من العام الماضي، رغم وجود طبعا شريحة ليبرالية كبيرة بين سكان هذه المدينة. لا تستوعب كيفية استمرار دعم حزب يميني متطرف بعد كل هذه الفضائح، ما جعل البعض يصف أنصار هذا الحزب في المدينة بالنازيين الجدد بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ورغم مرور ما يقارب على 80 عاماً مشاهدين على رحيله، إلا أن الزعيم النازي أدولف هتلر أطل في حفل على جزيرة ألمانية مفجراً غضباً واسعاً. فقد انتشرت لقطات من حفل على جزيرة ألمانية تظهر أشخاصاً يغنون شعاراً نازياً بدلاً من كلمات أغنية الديسكو الإيطالية. طبعا خلال الغناء كذلك ردد المحتفلون شعارا نازيا قديما يقول ألمانيا للألمان وأخرجوا الأجانب، بدلا من كلمات الأغنية الإيطالية غير السياسية في أساسها أصلا. كما رفع بعضهم أيديهم بالتحية النازية الشهيرة لهتلر. الشرطة الألمانية بدورها بدأت تحقيقات وأوضحت أن كلا من الشعارين والتحية النازية غير قانونيين في ألمانيا. لافت دائما هذا يعني الانتباه والحضور الكبير الذي يثيره هتلر أو الشعارات النازية في أي حفل، يعني حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي تجدين أي فيديو أو أي شيء له علاقة بهتلر أو بالنازية يحصد المزيد والكثير من المشاهدات. الكثير من المشاهدات، ولكن أيضا هناك كثير من الغضب. يعني صحيح، بكل تأكيد طبعا بشكل كبير. أي فكرة خلافية لديها المؤيدين والمعارضين في كل الأحوال. في بريطانيا هذه المرة أعلنت مجموعة جديدة من نواب حزب المحافظين رفضها الترشح للانتخابات المرتقبة في مطلع يوليو المقبل، وهو ما مثل صفعة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع بدء حملته الانتخابية. ومع بدء معركة الانتخابات التشريعية المقررة في 4 يوليو المقبل، ارتفع عدد النواب من حزب المحافظين الحاكم الذين أعلنوا رفض ترشحهم لعضوية البرلمان إلى 75 عضو. هذا طبعا رقم قياسي لم يتم تسجيله في بريطانيا منذ عام 1997. ترحيب حار في البرلمان البريطاني بعودة النائب المحافظ كريغ ماكينلي إلى البرلمان بعد غيابه لثمانية أشهر إثر إصابته بمرض تسبب ببتر يده ورجله. النائب الـ50 وقف أمام النواب وخطبهم بأطرافه الصناعية شاكراً كل من دعمه ومعتذراً عن خرقه الكثير من قواعد المجلس. تفاصيل في هذا التقرير. بحفاوة شديدة وتصفيق حار، هكذا كانت لحظة التحاق النائب المحافظ كريغ ماكينلي بمقعده في جلسة البرلمان الأسبوعية بعد 8 أشهر من الغياب بفعل مرض تعفن الدم كلفه ذراعيه ورجليه. اعتذر أولاً عن خرقه الكثير من قواعد مجلس العموم، من تشجيعه على التصفيق إلى ارتداء حذاء رياضي بسبب قدميه الاصطناعيتين وعدم ارتدائه سترة. يوم اعتبره ماكينلي مليئاً بالمشاعر العاطفية، وأثار ضحك النواب عندما مازحهم أنه ليس متأكداً من أنه سعيد بوجود الجراحين اللذين بطر أطرافه. أود شخصياً أن أرحب بعودة زميل النائب عن جنوب إثانت إلى البرلمان، فلا يمكن لأي شخص شاهد مقابلتك ولا يعجب بقدرتك على الصمود.
شكرا على لقائي شخصيا مع زوجتك وابنتك حتى أعرب عن أطيب تمنياتي لكم جميعا. النائب ماكنلي الذي دخل غمار السياسة في 2015 عن جنوب ثانيت في مقاطعة كانت أصيب بشكل مفاجئ بمرض الإنثان وهو تعفن مجرى الدم، وأدخل على إثره في غيبوبة مستحثة منحته فرصة البقاء على قيد الحياة بنسبة 5% فقط قبل بتر أربعة من أطرافه بعدما تحولت إلى اللون الأسود. هل يمكننا التأكد من أننا نضمن التعرف على العلامات المبكرة للإنتان؟ لم يكن الأمر ممكنا بالنسبة لي لأنه أصابني بشكل سريع جدا، وإذا استطعنا منع شخص واحد من أن ينتهي به الأمر مثلي فسيكون عملا جيدا. كما أطلب من وزارة الصحة السماح بتوفير الأطراف الصناعية المناسبة خاصة لمبتوري الأطراف المتعددة في الوقت المناسب. ماكنلي لجأ إلى شركة خاصة لتأمين أطراف صناعية، وهو مصر على مواصلة عمله السياسي وخوض الانتخابات المقبلة، ويريد أن يعرف باسم النائب الآلي. مصطفى زارو، العربية، لندن. نذهب هذه المرة إلى الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعهد بالإفراج بمجرد انتخابه عن أمريكي محكوم عليه بالسجن المؤبد لإدارته موقعا إلكترونيا للإتجار بالمخدرات مقابل حصول ترامب على دعم الحزب الليبرالي. تصريحات ترامب جاءت خلال المؤتمر الوطني للحزب الذي قال فيه إنه إذا تم التصويت لصالحه فسيخفف منذ اليوم الأول لإعادة انتخابه عقوبة روس ألبريش، مما دفع طبعا الحضور إلى التصفيق له. يذكر أنه في عام 2015 حكم على روس ألبريش مؤسس موقع سيلك رود الذي كان يعتبر أكبر سوق إلكترونية لبيع المخدرات في العالم بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج عنه. الحرية لروس، اجعل أمريكا عظيمة، هتافات صاخبة رددتها حشود من الناخبين الليبراليين وسط مزيج من التصفيق تارة وتعالي صيحات الاستهجان تارة أخرى. ترامب لدى لقائه وجها لوجه أعضاء المؤتمر الوطني الليبرالي غازلهم ومد لهم يد الصداقة محاولاً نيل دعمهم في حملته الانتخابية الرئاسية المقبلة، وهو أمر غير مألوف بالنسبة للجمهوري المعتاد على تنظيم تجمعات لحشود معجبة به على الدوام. يشرفني أن تتم دعوتي هنا الليلة كأول رئيس في التاريخ الأمريكي يلقي كلمة أمام المؤتمر الوطني التحرري، شرف عظيم. يتساءل الكثير من الناس عن سبب مجيئي للتحدث في هذا المؤتمر، وكما تعلمون إنه سؤال مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ غزل ترامب لم يخفف من حدة انتقادات الليبراليين له، فوجهوا له اتهامات حول التسرع بطرح لقاح كوفيد-19 وزيادة العجز الفيدرالي الشاهق والكذب بشأن سياساته عندما كان رئيساً. الجميع هنا يؤمن بأن علينا النضال من أجل نفس الحريات الأساسية، وحرية التعبير، وحرية الدين، وحرية الحق في امتلاك سلاح ناري، والحرية في التحكم بالضرائب. تعهد ترامب بأنه سيضع شخصاً ليبرالياً في حكومته، كما وعد بتخفيف عقوبة روس أولبريت مؤسس موقع طريق الحرير الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات، حيث يدعو الكثير من الليبراليين للإفراج عن أولبريت مدعين أن حكمه لم يكن منصفاً. وبينما يحاول ترامب جمع أصوات من محفظة الليبراليين، يواصل بايدن جهوده مع الشباب، ففي خطاب ألقاه بولاية نيويورك ركز على توجيه رسائله للعسكريين المتخرجين حديثاً، حيث وصفهم بأنهم أوصياء الديمقراطية. اعتباراً من الغد تدخل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرحلة حاسمة مع بدء المرافعات الختامية التي تسبق مداولات هيئة المحلفين بشأن احتمال إصدار أول إدانة جنائية بحق رئيس أمريكي سابق. يأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قد تتيح للثري الجمهوري العودة إلى البيت الأبيض على حساب الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020.
طبعا سيناريوهات هذه المحاكمة وفي هذه المرحلة الحاسمة تحديدا كثيرة جدا. صحيح يا رؤية، بالفعل محاكمة ستورمي دانييلز يصفها البعض بأنها واحدة من أخطر القضايا التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق في هذه المرحلة. يتوجب على الأعضاء الاثني عشر في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، وإذا فشلوا في ذلك تعتبر المحاكمة لاغية. رغم أن الحكم على ترامب بالسجن في حال إدانته هو احتمال قائم، إلا أن الخبراء يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحا في حالة الإدانة ستكون تغريم ترامب أو وضعه تحت المراقبة أو إلزامه بالخدمة المجتمعية. يرجح أيضا أن يقوم ترامب بالاستئناف على الحكم الصادر بحقه في حال الإدانة طبعا، حينها سيتم إرجاء القضية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. بصرف النظر عن نتيجة هذه المحاكمة، يتيح كذلك الدستور الأمريكي للرئيس السابق ترامب خوض السباق الرئاسي بل وأداء القسم الدستوري حتى في حال تمت إدانته أو الحكم عليه بالسجن. أما بالنسبة لتأثير الحكم على الناخب الأمريكي، يرجح البعض أن تؤثر إدانة ترامب سلبا على شعبيته بين المحافظين والمتدينين، والذين طبعا يشكلون قاعدة رئيسية لترامب في هذه الانتخابات، خاصة أن القضية تتعلق بخيانة الرئيس السابق لزوجته مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز. أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة ABC ومعهد أبسوس في وقت سابق من الشهر الجاري أن 16% من مؤيدي ترامب سيعيدون النظر في دعمهم له في حال تم إدانته بارتكاب هذه الجناية، بينما يرى البعض على الجانب الآخر أن أي حكم ضد ترامب لن يؤثر كثيرا على نتائج الانتخابات. 16% فقط من الأمريكيين يتابعون هذه المحاكمة باهتمام بحسب استطلاع رأي لياهو نيوز. فالناخب الأمريكي أقل تحفظا بكثير في مثل هذه القضايا، وهي النقطة التي بدت واضحة في الفضيحة الجنسية السابقة للرئيس بيل كلينتون. هذه نقطة لافتة للغاية في المجتمع الأمريكي. البعض يعني تعلمين بأنه المسيحيين الإنجيليين والمتدينين هم جزء من القاعدة الشعبية الرئيسية للرئيس السابق دونالد ترامب. هناك اختلاف هل هذا سيؤثر في شعبيتهم أو مدى تأييدهم لترامب أم لا في حال تمت إدانته، لكن على الجانب الآخر هناك أبحاث تقول بأنه الناخب الأمريكي لم يعد يهتم بمثل هذه القضايا. يعني هناك حتى 16% فقط يتابعون هذه المحاكمة، فمعنى ذلك قد لا يكون لها تأثير كبير في حالة الإدانة. على كل حال إحنا سنرى. صحيح، يعني سنرى وستتكشف طبعا التفاصيل بعد في هذه المرحلة الحاسمة. ننتقل مشاهدينا الآن إلى السودان تحديدا الفاشر، حيث أكد ماني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن ما يجري في مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور له دوافع إثنية وليست سياسية. أضاف مناوي أيضا أنه سيخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن ما يحدث في الفاشر من أعمال عسكرية عنيفة. ومن جانبها حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة جراء القتال الدائري هناك. في السودان كذلك تحولت أغنية الفنان السوداني الشاب ود الزين التي تدعو إلى وقف التناحر والاقتتال في البلاد ومد اليد بالسلام، تحولت إلى ترند على منصة تيك توك. هذه الأغنية أو الأغنية المسمى صباح انتباهك حصدت تفاعل كبير وضخم بين السودانيين على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي. صباح انتباهك عليك السلام، أرضا سلاحك كفاية احتدام، سلاما شموسك حروف الكلام، صباح جمعة راديو بكل احترام، هداك التسامح فعل مستدام، رضاك ارتضاه تناس الملام، بصوت مصطفى عليه السلام، عليه الصلاة عليه الغرام، بلادي بلادي نشيد الحمام، فك المنادي يذيع الوئام، هاي تعالوا نصالح نسامح دوام، هاي تعالوا نغني ونقول يا سلام. Thank you.
أعلنت النيجر أن مناورات عسكرية كبيرة تجري منذ أسبوع في إقليم تاهوا جنوب غربي البلاد، وبذلك بمشاركة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو. وبحسب وزارة الدفاع النيجيرية، فتهدف المناورات لتعزيز قدرة الجيوش على محاربة المجموعات الإرهابية التي أصبح خطرها يتوسع نحو مناطق جديدة في غرب القارة الإفريقية. هناك تحذيرات كبيرة من أن يعني تشكل منطقة الساحل والصحراء وجهة كبيرة للتنظيمات الإرهابية، خاصة في ظل الانقلابات العسكرية التي تشهدها هذه المناطق، وكذلك حالة الانفلات الأمني التي تعيشها هذه الدول، ربما تشكل بيئة خصبة لتنظيمات مثل بوكو حرام وداعش وغيرها طبعا. وهناك حتى يعني انتشار كبير لهذه التنظيمات في هذه الدول. نذهب هذه المرة إلى تونس. ازدهرت خلال السنوات الأخيرة رياضة صراع الكباش التي تحولت من قصص عشق فردية بين المربين وكباشهم إلى على ما يبدو أنها تحولت إلى شغف شعبي يا رب. بالفعل، والمهتمون بهذه الرياضة يترقبون المواعيد الأسبوعية لنطاح الكباش من أجل مشاهدة الصراع الدائر بين الكبشين في حلبات تجتذب الجمهور من أحياء عديدة. برشا جمهور مش متدور، ونحكي لك انا صغير كان يمكن قبل اكثر العبيد، توا خاطر تبدلت، فهم برشا لعب، فهم برشا عبيد مغرومه بالتليفونات، توا ولات العبيد راهو الغرام توا يتسمى نقص برشا على قبل، اما كي تبدا العبيد ما عندها ما تعمل نهار الاحد والسبت، بخصوص لعبه السبت تجي ما شاء الله تجي بال 4000 بال 5000 عبد راه او برشا عبيد ما تعرفش يخسبوا كبش كما أي كبش يتبيع في العيد ولا يتبيع عند فلاح ولا حم كبش العارك، راه هذيك عندها صوم آخر، راه ماهوش مصنف ككبش تاع أضحية ولا كذية ولا تاع زازار ولا حم. عملنا به خويا 12 انتصار، فيهم 4 بطولة تونس وفيهم بطولة إفريقيا. برا تصور معاه، نعرف عن مصارعة الديوك بس الكبوش أو الكباش يعني أنا شفتها في أكثر من مشهد في الدراما والسينما، لكن يعني حقيقة أول لا وكؤوس وجوائز والموضوع جدي، يعني مش أي كلام. في كل الأحوال مشاهدينا، هذه الأخبار مستمرة ولدينا بعد هذا الفاصل. كاميرا أخبار الصباح في عقارات الصين الراكدة، انتكاسة غير مسبوقة تخفض أسعار المنازل لا مشترين. وواتساب يسجل أحاديثك خلال الليل، تحذير جديد من إيلون ماسك يفجر جدلا واسعا. أهلا بكم من جديد. أعلن حاكم خاركيف ارتفاع حصيلة الضربة الروسية على متجر في المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا إلى 16 قتيلاً وإصابة 43 شخصاً، حيث تواصل فرق الإنقاذ البحث عن الجثث تحت الأنقاض. وأفادت الشرطة بأنه تم التعرف على هويات 6 من القتلى، بينهم فتاة تبلغ 12 عاماً، فيما ما زال عدد من الأشخاص مسجلين كمفقودين. نذهب هذه المرة إلى معركة جانبية أخرى تخوضها روسيا لكن على الصعيد الاقتصادي، حيث تكثف موسكو مساعيها للسيطرة على المزيد من صناعة الحبوب الحيوية لديها، مما قد يمنحها قوة أكبر على الصدرات في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن العرض العالمي. ودفعت مشكلات تتراوح بين الجفاف والصقيع المحللين إلى إجراء تخفيضات كبيرة على تقديرات الإنتاج الروسي، مما ساعد العقود الأجل للقمح على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يوليو الماضي. وأذكى هذه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مجلس الحبوب الدولي، لديه توقعات غريبة مجلس الحبوب الدولي يا رب. بالفعل طبعا مجلس الحبوب الدولي مشاهدينا يتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح بنحو 6% هذا العام،
انسحب كبار التجار الغربيين من روسيا العام الماضي بعد ضغوط حكومية لإفساد المجال أمام الشركات المحلية، وباتت أكبر شركة خاصة للحبوب في البلاد تجد صعوبة في العمل وسط خلاف مع الدولة، ما يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات. إلى الصين هذه المرة، التي يبدو أنها تعاني أزمة حادة في قطاع العقارات. هذا الأمر استدعى الحكومة الصينية إلى إطلاق خطة لدعم سوق الإسكان بالبلاد، حيث شهدت أرقام المبيعات انخفاضا غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات. قطاع العقارات في الصين يعيش أسوأ أحواله منذ سنوات، لم يتعافى رغم النمو الاقتصادي لهذا العام، واقع رافقه تدابير حكومية عاجلة لإنعاش قطاع العقارات، وهذا ما نرصده في أحد مكاتب العقارات في بكين. يستعرض لنا هذا الشاب عقارات جديدة راكدة منذ عامين. خفضت أسعار كل هذه المنازل للشهر العاشر على التوالي لعلها تستهوي المشترين، لكن دون جدوى. يفتح الشاب شقة لم ترى نوراً منذ نكسة العقارات في بكين. ميزات كثيرة يستعرضها الشاب عن موقعها ومحتوياتها، يقول إن أمثالها كانت رائجة بين المستثمرين. هناك تراجع كبير في بيع العقارات وندرة لمن يرغب في شراء العقار، خصوصا في بداية هذا العام. لقد بدأنا نقدم بعض تخفيضات للأسعار بتوجيهات من الحكومة وتسهيلات في الدفعات. إحصاءات أظهرت أن مبيعات العقارات الجديدة انخفضت بنسبة 28% في الأشهر الأولى من هذا العام، فيما تعثرت شركات التطوير في إتمام المشاريع، فأطلقت الحكومة تدابير جديدة لإنقاذ القطاع تبدأ من الشركات والبنوك. العقارات الجديدة شهدت تسهيلات شرائية، إما إزالة الدفعة الأولى تماماً أو تخفيضها إلى 15%، وأيضاً تخفيض أسعار الفائدة البنكية على القروض، كل هذا بعد تعميم حكومي لتشجيع المشترين والمستثمرين عموماً. غداء السالم، العربية، بكين. تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطبات هوائية عنيفة أثناء رحلة من الدوحة إلى دبلن، أصيب على إثرها 12 شخصاً بحسب بيان مطار العاصمة الإيرلندية. طبعاً البيان أوضح أن 6 ركاب و6 من أفراد الطاقم أصيبوا جراء المطبات الهوائية فوق أجواء تركيا تحديداً، قبل أن تهبط الطائرة بسلام كما كان مقرراً لها في مطار دبلن. بحسب تحذيرات متكررة من علماء المناخ، الطيران سيواجه في المستقبل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المطبات الهوائية وزيادة حدتها بسبب تغير المناخ، حيث ازداد معدل الاضطرابات الهوائية أثناء الرحلات الجوية بنسبة 55% بين عامي 1979 و2020 بسبب التغير في سرعة الرياح، وأيضاً الارتفاعات الكبيرة نتيجة الهواء الساخن المترتب عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. طبعا من المتوقع أن تكون الاضطرابات الهوائية أكثر ارتدادا وأكثر شدة في المستقبل، بينما يرى آخرون أن سبب تزايد الاضطرابات الهوائية هو تزايد عدد الرحلات الجوية، فالسماء باتت أكثر ازدحاما، ولذا يجد الطيارون صعوبة في تجنب المطبات والحفاظ على مسافة الأمان مع الطائرات الأخرى في الجو. كثير من الأمور الآن يعني يتم اتهام بها المناخ، لا نعلم ما الذي سيحدث خلال المرحلة المقبلة، لا نعلم إذا كان بريء حقا من أو متهم بكل هذه الجرائم المناخ وهو فعلا مدان فيها. أصلا مسألة المطبات الهوائية يعني هناك الكثير من التفسيرات لها، حتى نوع الطائرة، طراز الطائرة، طبعا حجمها، كذلك الطيار، أيضا المناخ الذي تسير فيه، ليس تغير المناخ لكن المناخ، يعني طبيعة الجو الذي تسير فيه التسير الطائرة. فيه الروت يعني هي مسار الطائرة، بماذا يمر من اختلافات مناخية بحسب المناطق اللي بتطير فيه فوقها الطائرة. بس على كل حال يعني هن رغم أنه بيضلوا يكرروا بأنه الطيران هو من أأمن وسائل النقل، أأمن من من كل وسائل النقل على الأرض، إلا أنه عمالهم بيخوفونا أكثر وأكثر وبيضلوا يعني يثيروا القلق في هذا الموضوع.
في كل الأحوال نذهب إلى الولايات المتحدة مجددا. وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الشرطة مقتل 15 شخصا على الأقل في جنوب الولايات المتحدة بعد أن ضربت أعاصير قوية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس. كما انقطع أيضا التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف منزل من تكساس جنوبا إلى أوهايو شمالا. بالفعل طبعا فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث للعثور على ناجين وتحديد مكانهم تحت الأنقاض. ومن جانبها قالت هيئة الأرصاد الجوية أنها أحصت ما مجموعه 25 إعصارا، وهذه كمان كوارث طبيعية صحيح تغيير المناخ. على كل حال سنبقى في أخبار الطقس والمناخ إلى الزميلة لميس وهذا التقرير. في ولاية تكساس الأمريكية اجتاح إعصار شمال الولاية ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، حيث تعرضت بلدات في ولاية تكساس وأوكلاهوما لأعاصير ما أدى إلى انقلاب شاحنات وتضرر منازل وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 250 ألف منزل. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شديد وأمطار غزيرة على المنطقة الوسطى مع موجات حارة خطيرة في بعض أجزاء ولاية تكساس. سجلت العاصمة المكسيكية درجة حرارة قياسية بلغت 34.7 درجة مئوية على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في وقت تواجه فيه البلاد موجة حر تسببت منذ مارس بمقتل 48 شخصا، فيما حذر العلماء من أن الحرارة قد تشتد أكثر خلال الأسبوعين المقبلين وسوف تستمر في تسجيل أرقام قياسية. هذا وأفادت تقديرات الأمم المتحدة بمصرع مئات الأشخاص جراء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة. التقديرات تشير أيضا إلى أن أكثر من 150 منزلا قد طمرت، ومن المقدر أن 670 شخصا لقوا حتفهم. أفادت وسائل إعلام يابانية أن بيونغ يانغ تستعد لوضع قمر صناعي جديد للتجسس العسكري في المدار، فيما يعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق التي تستمر 8 أيام قد فتحت بالفعل. كوريا الشمالية حددت 3 مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفلبينية، حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي. رغم التأجيلات المتكررة بسبب أزمة الهيليوم، قال مدير وكالة ناسا إنهم واثقون من أن كبسولة طاقم ستارلاينر من بوينغ التي تأخرت كثيرا يمكن إطلاقها بأمان كما هي في الأول من شهر يونيو المقبل. مسؤول الوكالة أضافوا أن تسربا صغيرا للهيليوم في نظام الدفع الخاص بالسفينة لا يشكل خطرا بشأن سلامة الطيران. نذهب هذه المرة إلى الأخبار المتعلقة بتويتر. يبدو أن إيلون ماسك أثار ضجة جديدة يا روي. بالفعل أثار ضجة جديدة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أثار الجدل مجددا بعد أن حذر المستخدمون من أو هو حذر المستخدمين من تطبيق المراسلة الشهير واتساب، مؤكدا أنه يسرق محادثاتهم. ماسك قال في تغريدة نشرها على منصة إكس أن واتساب يقوم بنقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام كل ليلة، لافتا إلى أن بعض المستخدمين يظنون أنه آمن بالفعل يا أسامة. صحيح، ماسك يبدو أنه قال أنه واتساب يعمل على تنشيط ميكروفونات الهواتف كل ليلة لينقل جميع البيانات المشفرة للمستخدمين إلى خوادم الشركة. هذا طبعا أثار انقسام بين المتابعين في آرائهم بشأن ادعاءات ماسك، فيما شارك بعضهم هذه المخاوف، وعلى الجانب الآخر شكك آخرون بمصداقية ماسك في هذا الموضوع. طالب متابعون إيلون ماسك بنشر أدلة على صحة ما يدعيه من قيام واتساب بسرقة البيانات.
مسألة خطيرة، لأنه واتساب هو يعني المصيبة، لأنه واتساب كذلك هو أولا الأكثر استخداما، ثانيا المشهور عنه بأنه هو الأكثر أمانا يعني. بالضبط، وبيضلوا يكتبوا encrypted messages بأنه صعب الاختراق وما إلى ذلك، ولكن على ما يبدو أنه إحنا مخترقين يعني بكل مناحي حياتنا. هم طبعا طلبوا بنشر الأدلة، لأنه يعني أنت تعلمين بأنه هناك تنافس كذلك. ندخل على المنافس الثالث ريم. صباح الخير يا ريم. صباح الخير أسامة. شكلك تتوقفي عن لا يعني أنا اللي بقوله أنه أنتوا ليش مستغربين الآن؟ كل الشركات صارت تضرب في بعض، ده بيفضح ده، وده بيقول ترى ميتا مش كويس، وده بيقول ترى واتساب. هذا شيء لصالحنا، أنه الحقيقة واضحة أنه إحنا كلنا مخترقين وكلنا موجودين افتراضيا في عالم ما هناك، وكل معلوماتنا ليست وخلص سرية. لازم نتقبل هاي الحقيقة، نتقبل ونتعايش معه، وتكون حياتنا بالفعل الخاصة فيها خصوصية عالية بعيدا عن أي وسائل تكنولوجيا أو أي بس ما هو أنا شايفت لك يا ريم أنه مش كتير عنا اختياري، يعني إحنا إذا بدنا نكون جزء من هذا العالم لازم يكون عنا هاي الأجهزة، على الأقل خصوصيتنا مع عائلتنا. كل الطرق تقودك إلى المزرعة يا ريم الخاصة بك في بالضبط كل مالي أقتنع زيادة. عموما خلينا نروح لموضوع اجتماعي، وهو سؤالنا التفاعلي لي اليوم. صديق أو شريك حياة أو أي أحد يمارس الصمت العقابي، برأيك كيف تتعامل معه؟ ما رأيكما؟ أوه سؤال كبير. يعني أنا بصراحة بصنف الناس بالنسبة إلي، في ناس فعلا بيكون العتب عليهم على قد المحبة، يعني هذا المثل القائل العتب صحيح. على قد المحبة. الناس اللي اللي بتحبيهم كتير هنا اللي بتعتبي عليهم لأنه ما بدك العلاقة تخرب، بس غير هيك الصمت العقابي إذا قابلته أقابله بالمثل. أنا شخصيا ممتاز. أنت يا أسامة إيش رأيك؟ أعتقد أنه على مدى مقربة الشخص طبعا يعني، بس لو شخص مقرب مني أحب دايما أنه يلفت انتباهي لو أنا أخطأت في حقه أو شيء من هذا القبيل، لكن الصمت العقابي ده، فكرة الصمت ده يعني بصراحة سخيفة وصعبة جدا، وخصوصا بيمثل أنه الشخص هذا جدا نرجسي. عموما حنتكلم في ده الموضوع وغيره الكثير بعد الفاصل.